طيب وينفع أصلي ركعتين بنية مثلا قضاء الحاجة أو تفريج الهم؟ ولو ينفع إيه أفضل دعاء أقوله عشان ربنا يسهل لي الأمور ويقضي عني الهم والمشاكل؟ ادعو بما تشاء، ادعو الله بما شئت، ادعو الله بحاجتك. لا أقول مثلا دعاء سيدنا يونس ثم الدعاء، لأني سمعت حد إن قلت قلت أفضل إن الدعاء. قلت دعوة أخي ذي النون لا يدعو بها أحد إلا استجاب الله له، يعني النزاع قائم في ثبوت الخبر، لكن كدعاء دعاء طيب. أنا آسف لو طولت، لكن الواحد بيسمع من أخبار الصالحين برضو إن هم بيدعوا بنص معين، كمثال الحسن البصري لما رفع رأسه للسماء. شوف يا أخي، تجارب العلماء لا تقيم شرعا، الذي يقيم الشرع هو الكتاب والسنة، لأن الدعوة نفسها ممكن واحد يدعو بنفس الدعوة، اثنان يدعوان بالدعوة دعوة واحدة، تستجاب لأحدهما ولا تستجاب للآخر، هذا ينبني على قوة الإيمان، قوة اليقين، بالضبط التخفف يا من شيخنا، الذنوب. حفظك الله، جزاك الله الله عنا يبارك كل فيك، خير. الله يسلمك.